إيش رح نقدم لوطننا في يومه؟ أكلة تعبر عن فخرنا بهويتنا أو ثقافتنا. هل في مقادير تحدد محبتنا تجاه وطننا؟ محبتنا لها طول العمر وفي كل أمر، وفي كل سنين علينا مرت ورح تمر. هل في وصفة توفي حقها؟ وإيش بيكون المكون السري في وصفها؟ عظيمة، قديرة، كبيرة، وعلى كل سفرة في أرضها هي نعمة الجار، ونقول عنها هي لنا دار.